مساء الخير أحبائي وأعزائي، وكل عام وأنتم بخير. مدى الضحك والسفاهة والخديعة؟ صورة بيقولوا بص الصورة الفبركة وصلت لغاية فين؟ أبونا في لوباتير قال لما شفتها ضحكت من أيام، لكن لما لقى من الأساقفة سأل أخوه في إيه اضطر يدخل يعلق على الصورة. بيقول إيه، للأسف الشديد الناس دي ما تعرفش إني بقيت قمص من أسبوع أو من كام أسبوع. للأسف ناس فاضية أفلسوا تماما فيديو لشخص مجهول ويضع صورة غلاف مفبركة وأمور تكشف عن ضعف واضح وإفلاس. وصلتني منذ أيام من أحد الأصدقاء في كندا ولم ألتفت لها، ولكن أحد الآباء الأساقفة سأل أخي في أستراليا عن مدى صحة هذا الإدعاء، فكان لابد علي من التوضيح من أجل حماية البسطاء من هذه الأكاذيب، وصلواتكم تسندني. إلى متى الحرب الغاشمة على الأقباط المسيحيين من اختفاء واختطاف فتيات المسيحيات بالصور؟ قص أو كاهن سوداني يروي فظائع الاعتداء والدعم السريع على الكنيسة، عذبونا عشان نشهر إسلامنا. روى القصة أرسنيوس أبو سيف كاهن كنيسة ماري جرجس في أم درمان، جانبا من الفظائع التي ارتكبتها قوات الدعم السريع، لذا اقتحمها الكنيسة في مدينة أم درمان ونهب محتوياتها والاعتداء على القساوسة بداخلها. وقال أبو سيف في حوار مع القناة الرسمية للكنيسة القبطية ميساد لدى وصول القاهرة قبل يومين، إن قوات الدعم السريع التي اقتحمت الكنيسة اعتادت علينا وعذبتنا من أجل أن نشهر إسلامنا، واتهمونا بالعمالة لمصر ولرئيس المحبوب عبد الفتاح السيسي باعتبار أن أقباط السودان يتبعون الكنيسة القبطية المصرية، ونحن نعلم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما يعشق المواطنة ولا يفجر أي شيء في بلد مصر العزيزة، دائما يبحث عن الخير لكل المصريين. وأوضح أن الكنيسة القبطية في السودان كانت قد قررت إلغاء الصلوات في الكنيسة مع تفجر الأحداث في الخرطوم منذ 15 إبريل الماضي، واقتصر الأمر على قداس يعقد في الصباح الباكر لجيران الكنيسة فقط تنفيذا لتعليمات الأنبا إيليا أسقف الخرطوم وجنوب السودان. والأمر الأصعب، وأضاف أنه فوجئ لدى وجوده في منزله المجاور للكنيسة في أم درمان بسماع إطلاق نار في الكنيسة، فهب مسرعا ونجلوا إليها ليجدوا قوة من الدعم السريع قد اقتحمت الكنيسة قبل أن تغادرها سريعا. وفي تلك الأثناء اطمأن على سلامة الأنبا إيليا والراهبات والكهنة، لكن بعد دقائق سمع أثناء اجتماعهم الأنبا إيليا إطلاق نار مجددا، فطلب من الأنبا إيليا البقاء في صالون الضيافة وأغلق عليه الباب خشية التعدي عليه، وخرج لاستطلاع الموقف فوجد ابنه جرجس وقد أصيب بطلق نار في ساقه، وسمع صراخ أحد الكهنة وخادم في الكنيسة وهم يتعرضان لضرب مبرح. ولما خرج إلى ساحة الكنيسة فوجئ بمسلحين يرتديان زي الدعم السريع، فباغته أحدهما برصاصين أصابته في قدميه، ثم وضع البندقية على رأسه وطلب منه أن يشهر إسلامي أن يشهر إسلامه، ولما أبى ضربه بالسلاح في صدره وكرر عليه الطلب ورفض فكرر ضربه قبل أن يطلب منه مفاتيح خزائن الكنيسة وصناديق المدهور. وظلوا يسبون كل من في الكنيسة ويقولون لهم يا كلاب كذا ويا كلاب كذا يا خونة، لولا كذا ما فعلنا، ولولا تدخل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي
بضرب الطائرات لغزو الخرطوم في يوم واحد. ومع كل ذلك أوضح أن القوات المسلحة أو القوة المسلحة نهبت في الخرطوم صناديق النضور ومنزل القس واستولت على كل الهواتف المحمولة والأموال في الكنيسة والمنزل، مشيرا إلى أنهم دخلوا على الأنبائيلية أيضا وضربوه ضربا مبرحا. وفي ذلك وتلك الأثناء منعه المسلحون من إنقاذ ابنه جرجس وهددوه بقتل ابنه لو لم يتعاون معهم في الحصول على الأموال التي بالكنيسة. ولذا ظل ينزف أمام طوال الوقت ولم أستطع إنقاذه خشية تنفيذ تهديدهم بقتل ابنهم. وقال المسلحون ظلوا ينعتون بالكفر والخونة وهددوا راهبة بالسلاح وطلبوا منها أن تشهر إسلامها وأن تنطق بالشهادتين، ولما أبت ورفضت كادوا يقتلونها. أما أنا فقام أحدهم بخنقي بعمامة كنت أرتديها وكادت روحي تفيض إلى ربها. وأضاف أيضا كانوا مهتمين بأن نعلن، كل هدفهم أن نعلن الإسلام وننطق الشهادتين، لكن رفض كل الرهبان والقساوسة لم يمتثل لهم. وبعدما نهبوا السيارات والهواتف المحمولة والأموال تاركونا غارقين في دمائنا ورحلوا. ثم ساعدنا الأهالي في الوصول إلى المستشفى معربا عن شكره لمصر لتسهيل سلطتها دخول وبعد أتباع الكنيسة وابنه إلى أراضيها لتلقي العلاج، وأشار إلى أن أقباط السودان في خطر مزدوج كونهم يتبعون الكنيسة المصرية تحديدا، داعيا السلطات المصرية إلى تسهيل دخول الأقباط إلى أراضيها بعد استهدافهم على الهوية، موضحا في هذا الصدد أن حي المسالمة في الخرطوم الذي يضم أغلبية قبطية بين سكانه نهب تماما وتم التعدي على أهله وطردهم من منازلهم. كل الشكر وكل الحب لمصرنا الحبيبة التي دائما ترحب بكل الخارجين خارج مصر من مسيحيين بالسودان. وأضافت أنه رغم السبب المعلن الذي أعلنته إلا أن تأجيل الزيارة يأتي على خلفية اقتحام دائما. نشكر مصرنا الحبيبة ورئيسنا عبد الفتاح السيسي الرجل المحبوب بين جميع دول العالم، ونطلب من الله أن يرفع عنا الغلاء.